معا نحو كأس العالم. سقف طموحات الشارع اليمني كله وليس الرياضية فقط يرتفع عاليا بعد أن تبقى للمنتخب الوطني للناشئين خطوة واحدة للتأهل لنهائيات كأس العالم بعد أن ضمن تأهله لربع نهائي كأس آسيا المقامة في تايلاند متصدرا مجموعته. وبأداء عال في تقديم كرة جميلة وبغض النظر عن المنافس، تجاوز أشبال منتخبنا في مباراتهم الافتتاحية في البطولة المنتخب الماليزي برباعية نظيفة ليضمنوا الثلاث النقاط الأولى له في البطولة. دعونا نشاهد هنا اللوحات الفنية لتلك الأهداف المسجلة. في مباراته التالية في البطولة حقق فوزه الثاني بالتغلب على منتخب لاوس بهدفين مقابل هدف ليحصل على الثلاث النقاط الإضافية التي تضمن تأهله إلى الربع النهائي. نشاهد الأهداف. ست نقاط يتأهل منتخبنا الوطني إلى الربع النهائي ويتصدر مجموعته حاليا إلى أن تحسم النقاط المركز الأول والثاني في المجموعة بينه وبين منتخب تايلاند ذا الخمس نقاط في مباراة غدا الأربعاء، وبعدها سيتحدد ما إذا كان سيواجه منتخب كوريا الجنوبية أم إيران. تعالوا نتمادى في الأمل قليلا، سيتأهل منتخبنا من الربع النهائي إلى نصف نهائي كأس آسيا، وبذلك يضمن مقعده مع المنتخبات الأربعة التي ستشارك في كأس العالم تحت 17 سنة عام 2023 والذي سيقام في بيرو. هذا ليس أملا واهبا بل نابع من الأداء العالي الذي يقدمه أشبالنا متصدرين مجموعتهم الحالية، كما تصدروا مجموعة التصفيات بعد التغلب على بنغلاديش وسنغافورة وبوتان ليحصدوا العلامة الكاملة. هذه النجاحات المتتالية للناشئين كان لها انعكاسها السعيد على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان مما علق به رواد المواقع. توفيق شنواح يقول: فوز منتخب الناشئين يذكر بحقيقة أن اليمني الصغير مبدع وموهوب بالفطرة، ولهذا فالجيل الحالي كأسلافه لا يلبث أن يصل لذروة المجد حتى يسقط تحت تأثير زغللة القاتي والدخان والسهر وسوء التغذية وضياع الوقت والهدف. مبروك، فرحة من ركام الأسى. حصة طربوش تقول: نبارك لمنتخب اليمن للناشئين تأهلهم إلى ربع نهائي كأس آسيا بعد فوزهم الرائع على لوس. إن هذا الإنجاز الرياضي يعكس مدى العزيمة والإصرار لدى اللاعبين اليمنيين لتحقيق النجاحات الكبيرة في المنافسات الرياضية الدولية. نتمنى لهم التوفيق في المراحل القادمة وندعو الجميع لدعمهم. معاذ الخميس يقول: أكيد فوز الناشئين أمام لوس مهم، لكنه جاء بشق الأنفس، والأهم أن نستمر في تصدر المجموعة. وما أتمناه الجدية التي عهدناها والإصرار والتحدي والابتعاد عن الانفرادية في الدور القادم، صعب جدا ومنتخباته أقوى بكثير. كما يقول عبد الله السامعي يقول: أسوأ دعم ممكن أن يحدث لمنتخب الناشئين ما هو؟ قال: امتداح لاعب وتجاهل البقية. الأنانية المفرطة تظهر نتيجة هذا المديح، فكل لاعب يريد أن يحظى به، وفي النهاية تتصاعب المباريات التي قد نظنها في المتناول كما حصل أمام لوس.
عبد السلام الدباء أو الدباء يقول: الرياضة تنجح في كل ما أخفقت فيه السياسة. وأسأل منتخب اليمن للناشئين كيف استطاع أن يوحد خلفه كل قلوب اليمنيين وأن يجعل لسان حالهم يهتف بصوت واحد. حي اليمني حي. على عكس هذا الأداء وجرعة الفرح التي عودنا عليها منتخب الناشئين، منتخبنا الأولمبي ودع بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة بالرغم من فوزه على لبنان بسبب خسارته أمام عمان، ليغادر البطولة طارحا تساؤلا واحدا ومتكررا: لماذا يتفوق اليمنيون في منتخبات الناشئين ثم يتدهور أداؤهم ويغادرون من التصفية الأولى في منتخبات الكبار؟ الجواب كان في منشور قديم للكابتن علاء الصاصي على فيسبوك، يقول في هذا المنشور: يبدأ اللاعب اليمني حياته في عالم الكرة كبيرا، وهذا حدث مع عدة أجيال من الناشئين، ثم يبدأ بالتراجع حتى يصل إلى الفريق الكبير، فتصيبه لعنة عدم الاهتمام به وتثقيفه كرويا، فيصبح مجرد لاعب في منتخب يستحيل أن يفوز. هكذا يتكرر التاريخ مثله مثل التاريخ اليمني في كل محاوره. ويختم بقوله: لنستمتع بمشاهدتهم ما داموا صغار. دليل آخر حي على ما يلاقيه اللاعبين من عدم اهتمام جاء في تصريحاتهم لصحيفة شوت الرياضية التي نشرت عن حقائق مؤلمة قالها لاعبو المنتخب الأولمبي بتلقيهم الوعود فقط بلا وفاء بها من الجهات المسؤولة، ولسان حالهم يقول: أسمع جعجعة ولا أرى طحينة. وبحسب تصريحاتهم أنهم لم يتلقوا بدل السفر أو حتى أحذية للمباريات، ناهيك عن التغذية كما تشاهدون في هذه الصورة. ختاما، وبعد كل أداء بطولي للناشئين وانعدامه مع المنتخب الأولمبي، برأيك ما الذي ينقص المجتمع ليقدم لنا أداء عال كالذي يقدمه الناشئون؟ شاركونا آراءكم في التعليقات على يوتيوب وفيسبوك. نذهب إلى فاصل قصير ونعود.